فضاءات بديلة تستقبل تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية التي تضررت بفعل الزلزال على مستوى إقليم شيشاوا لتحسين ظروف إيوائهم، وهي مركز الإيواء دار أكيماخ وفضاءات بالثانوي الإعدادية أسيف المال، خصصت لاستقبال وإيواء عدد من التلاميذ الذين نقلوا من الثانوي الإعدادية أداسيل بالصفة المؤقتة بهدف ضمان الاستمرارية البيداغوجية في أفق إعادة البناء أو الترميم. وهذه الزيارة الميدانية شكلت فرصة لتفقد ظروف الاشتغال والدراسة بعدد من المؤسسات. كاين مطعمة في حالة جيدة، وكاين حتى بالنسبة للإيواء يعني كاين الحمد لله ظروف جيدة بالنسبة للتلاميذ ديال الإعدادية ديال أسيف المال، ولا بالنسبة للإخوان اللي التحقوا من إعدادية أسيف المال إيمين الدنيا. الحمد لله أننا استطعنا في غضون 10 أيام تقريبا أن التلاميذ يجيو للدراسة ديالهم، وخا دوك الأيام الأولى كانت صعيبة بزاف بالنسبة للتلاميذ لأن عرفتي النفسية تاع التلميذ، وكنشكر الأساتذة مشكورين لأنهم داروا واحد العمل جبار باش أنه التلميذ يحاول ينسى ديك المأساة من أجداد. أما بأسني على مستوى إقليم الحوز فالأشغال النهائية تتم على قدم وساق لإتمام تجهيز وحدات تعليمية مسبقة الصنع لضمان تمدرس التلميذات والتلاميذ في أحسن الظروف، وهي ثمرة شراكة بين الوزارة الوصية على القطاع ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفات، مدارس بديلة يرتقب أن تعمم على عدد من المناطق المتضررة. مشينا في واحد العملية ديال أقسام اللي هي مبنية أقسام متنقلة سيدي مودول اللي هما أميناجي، ويمكنك تشوفوا الظروف ديال هاد الأقسام اللي هي ظروف حسنة واللي يمكن تساعد التلاميذ باش يواكبوا الدراسة ديالهم. بنداء من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طلبا من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات لكي تساهم في إعادة بناء بالطريقة المسبقة والسريعة لكي نحل مشكل الكبير للعجز فيما يخص إعادة ولوج التلاميذ في المناطق المنكوبة. بعد استئناف استعجالي للتمدرس بهذه المناطق ينكب الاهتمام خلال هذه المرحلة على تحسين ظروف الاشتغال والدراسة مع استفادة التلاميذ والتلميذات من حصص الدعم النفسي التربوي، فضلا عن رفع نسبة الأنشطة الموازية وضمان انتظامها خاصة الرياضية منها، مجهودات شتى من أجل التحصيل الجيد ومساعدة التلاميذ والتلميذات على العودة للحياة الطبيعية بشكل أفضل وأسرع.